مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى عدد جديد من صدى الاقلام، ونرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في الزمان: الفتح يرفض تكليف الزرفي، تشكيل الحكومه، رئيس الجمهوريه ارتكب مخالفه دستوريه. في العرب اللندنيه: اتهامات امريكيه تنذر بصراع روسي تركي محتدم في سوريا. نقرأ في المدى: الصحة تسلمت 50 تريليون دينار خلال 14 عاما وأفلست أمام كورونا. أما في عربي 21 فنقرأ عن السعودية: وتغلق المساجد تجنبا لتفشي كورونا وتستثني الحرمين. في كتابات: مسيرات وتظاهرات ليلية من بغداد إلى البصرة رفضا للزرفي. في القدس العربي: شركة فرنسية تعلن عن دواء لفيروس كورونا. أخيرا في الشرق الأوسط: الأردن يمنع المواطنين من مغادرة المنازل، والجيش ينتشر تصديا لكورونا. تمر هذه الأيام ذكرى الغزو والاحتلال الإنجلو-أمريكي للعراق عام 2003، يأتي مرورها على الرغم مما سببته من كوارث بشكل يكاد يكون تسللا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا. قد يكون التسلل أو حتى النسيان ممكنا بالنسبة للعالم، إلا أنه يوم حفر بإزميل من دماء الضحايا وخراب البلد في ذاكرة العراقيين على مدى 17 عاما، إذ لم يمر يوم دون أن يعيش المواطن انعكاساته الهائلة على حياته وعلى بلده وعلى المنطقة كلها. هيفاء زنجانة تكتب عن الاحتلال الأمريكي والإيراني في العراق. وفر سياسة المحتل الأمريكي المنهجية في القضاء على الدولة العراقية ومقاوماتها الأرضية لتأسيس الأحزاب ذات الولاء الخارجي والنمو السريع، كما الأعشاب الضارة للميليشيات ذات الولاء الإيراني والمدعومة بأموال النفط العراقي، بينما يعيش شباب البلد وخريجوه في مستنقع الفقر المدقع والتهجير وغياب الخدمات الأساسية من الماء الصالح للشرب إلى الصحة والسكن التي تتمتع بها بلدان أقل ثراء من العراق بكثير، بشرط وجود حكومة وطنية تمثل الشعب. على مدى 17 عاماً عمل تحالف الشيطان الأكبر والأصغر غير المعلن بكل الطرق المختلفة على إقناع الشعب العراقي أنه عدو نفسه، وأنه يحمل بداخله خطيئة العنف الأزلية، وأن الحل الوحيد لإنقاذه هو إما قبول مشروع المخلص الحضاري أمريكا أو مشروع آية الله إيران. صراع ومفاوضات أصحاب هذين المشروعين العلني داخل العراق حينا والسري حينا آخر حسب مقتضيات مصلحتيهما منفردة أو مزدوجة، يقودان العراق إلى سيرورة هلاك لا مفر منه. تتابع هيفاء زنجانة: حصدت سنوات الاحتلال في العراق من الأرواح ما يعادل أو ينافس الجزائر، بلد المليون شهيد الذي تربينا على اعتباره مثلنا الأعلى في النضال والتضحية، كما يكاد يقترب من ضحايا المحتل الصهيوني بشهدائه ولاجئيه واستمرارية محاولات إخضاعه لكل ضروب الإبادة الجماعية. الآن إلى مقال آخر منشور في العرب اللندنية وجاء في مطلعه: الولايات المتحدة أو العراق بلد من غير راع. هذا ما كانت الولايات المتحدة قد فرضته عام 2003، وحرصت إيران على أن تلتزم به ما دامت لها القدرة على تحويل ذلك البلد المدمر إلى حقل تجارب. مقال الكاتب فاروق يوسف في صحيفة العرب اللندنية، وجاء فيه أيضا: العراق لا يملك قراره السياسي، وليس فيه ما يشير إلى وجود سلطة مستقلة، وسيادته على أراضيه صارت موضع شك. أما ثرواته فإنها لم تلعب دورا إيجابيا على مستوى تحسين سبل العيش فيه. فيما تكتفي الولايات المتحدة بالرد على عمليات القصف التي تتعرض لها قواتها الموجودة في العراق، فإن الميليشيات الموالية لإيران التي تنفذ تلك العمليات تصر على أن تضحياتها هي جزء
من معركة تحرير العراق من بقايا الاحتلال الأمريكي المتمثل بقوات التحالف الموجودة بناء على اتفاق سابق مع الحكومة العراقية، وهو شعار وطني يخفي بين ثناياه الكثير من الحقائق الملغومة. فتلك الميليشيات التي تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني إنما تتمظهر بصفة الوطنية ليس إلا، أما واجبها الحقيقي فيرتكز على القيام بحماية المصالح الإيرانية والحرص على إدامة الهيمنة الإيرانية على المشهد السياسي برمته، من غير السماح بحدوث انهيارات محتملة هنا أو هناك يمكنها أن تضعف النظام السياسي القائم في العراق، وهو نظام وضع جزءا مهما من إمكانات العراق الاقتصادية في خدمة الاقتصاد الإيراني المحاصر. ليس من المتوقع أن تجبر الميليشيات الإيرانية الولايات المتحدة على سحب قواتها من العراق، ولكن المطلوب أن تبقى تلك القوات رهينة لحالة طوارئ بحيث تبقى في وضع استنفار دائم، وهو ما يمكن أن يشكل ضغطا متعبا على القيادة العسكرية الأمريكية، قد يدفع في اتجاه إعادة النظر في ذلك الوجود الذي صار مكلفا مقارنة بما يمكن أن يدره من أرباح. فاروق يوسف ختم مقاله بقوله: كان من المتوقع دائما أن يكون العراق ساحة لأي حرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. الطرفان لم يذهبا إلى ذلك الخيار حرصا منهما على إبقاء العراق رهين اللحظة الحرجة التي قد تمتد عقودا. في سياق ذلك التفكير المشترك يمكن أن ننظر إلى العراق باعتباره الهبة المحتملة في إطار أي تسوية نهائية بين الطرفين، بمعنى أن يقوم أحدهما بإهداء العراق إلى الآخر. الآن إلى مقال جديد منشور في صحيفة العربية الجديد وجاء في مطلعه: أعلن في بغداد أمس الثلاثاء عن تكليف محافظ النجف السابق وعضو البرلمان العراقي عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بنسختها السابعة في ولادة بدت صعبة نظرا للظروف التي يمر بها العراق، وتحالف الزرفي سابقا مع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وخاضا الانتخابات التشريعية الأخيرة معا عام 2018 ضمن ائتلاف حصد مكانا بين أول خمس قوائم انتخابية فائزة في الانتخابات التي أثارت جدلا بخصوص نزاهتها. تقرير لصحيفة العربية الجديد حول عدنان الزرفي نتابع. ويلومه الجناح المحافظ في القوى السياسية الشيعية أنه في عهده تم قصف النجف من قبل القوات الأمريكية عام 2004 خلال المواجهات مع أنصار رجل الدين مقتدى الصدر، وكذلك حادثة منطقة بنات الحسن التي راح ضحيتها المئات من العراقيين عدا عن وقوع عمليات إرهابية مروعة، واتهم المحافظ بضعف إدارة الملف الأمني، وما زال ملف الفساد بشأن مشاريع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2012 حاضرا ولم يغلق لدى هيئة النزاهة. لم يتخلى الزرفي عن جنسيته الأمريكية ويحظى بعلاقات واسعة مع مسؤولين أمريكيين خاصة عسكريين منهم، فضلا عن وجود جزء من أسرته في الولايات المتحدة، يعتبر من الشخصيات السياسية القليلة التي حققت توازنا في هذا المجال. ويقول أحد المقربين من الزرفي إن علاقته مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني غير خافية منذ توليه إدارة محافظة النجف، وبهذا يمكن له أن يلعب دورا في تهدئة السجال الأمريكي الإيراني في الساحة العراقية، كما أنه أجاد اللعب أو التعامل مع الأمريكيين والإيرانيين في العراق. جاء أيضا في التقرير المنشور في العربية الجديد: يتوقع أن يكون طريق تشكيل حكومته أي الزرفي أكثر سهولة من طريق علاوي الذي تعثر في نهايته وأعلن اعتذاره مطلع الشهر الحالي. إلى مقال جديد منشور في الفورين أفيرز: يرى البروفيسور هنري فاريل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن وأبراهام نيومان المحاضر بجامعة جورج تاون يريان معا أن الأزمة الحالية تكشف عن نقاط ضعف في السوق لم يكن يعرف أحد أنها موجودة. مقال نشرته صحيفة فورين أفيرز.
فيروس كورونا المستجد يتشكل بطريقة ستكون امتحانا قويا للعولمة، ففي الوقت الذي تتحطم فيه سلاسل الإمدادات وتحاول فيه الدول توفير المواد الطبية والحد من السفر، فإن الأزمة تدفع على إعادة النظر في الاقتصاد العالمي المترابط. فلم تسمح العولمة فقط بانتشار المرض المعدي، ولكنها قوت حالة من الاعتماد المتبادل بين الشركات والدول بشكل جعلها عرضة للصدمات غير المتوقعة. وتكتشف الشركات والدول اليوم مكامن الخطر التي تعاني منها، ولكن الدرس الحقيقي من وباء كورونا لا علاقة له بفشل العولمة، بل كونها هشة رغم منافعها. فعلى مدى عقود أدت جهود الشركات المستمرة للتخلص من الفائض إلى توليد ثروة غير مسبوقة، ولكن هذه الجهود خفضت من حجم المصادر غير المستخدمة. ففي الأوقات العادية تنظر الشركات إلى هذه المصادر على أنها ضائعة، ولكن وجود موارد غير مستخدمة بكمية كبيرة تجعل النظام هشاً في وقت الأزمة. وفي غياب خيارات إنتاجية آمنة، فهذا يؤدي إلى تحطم سلاسل الإمداد، كما هو الحال في بعض قطاعات الصحة نتيجة لفيروس كورونا. في تقرير الفورين أفيرز جاء أيضاً أن انتشار المرض الناجم عن فيروس كورونا كشف عن هشاشة هذا النظام المعولم، فقطاعات معينة من الاقتصاد، خاصة تلك التي تملك وفرة كاملة، كان لديها القدرة على تجاوز الأزمة بشكل جيد نسبياً. أما الأخرى فربما عانت من إمكانية الانهيار لو منع الوباء عن دولة واحدة أو منع دولة واحدة من إنتاج مكون حيوي يستخدم في منتج. فمثلاً عبرت شركات تصنيع السيارات في أوروبا عن مخاوفها من نقص الإلكترونيات الصغيرة، لأن الشركة أجبرت على تعليق الإنتاج في واحد من مصانعها في إيطاليا. الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة عربي 21، وجاء فيه: قد يوقع فيروس كورونا في حبائله ضحية غير متوقعة هي منطقة اليورو، وقد تقوم إيطاليا بدور كبير في هذا الشأن، فقد تعطل اقتصاد البلاد من جراء الأزمة الصحية الهائلة، فكل متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم وأماكن الترفيه الأخرى أغلقت على امتداد البلاد، فيما عدا الضروري منها مثل متاجر بيع مواد البقالة والصيدليات. وهناك ملايين الإيطاليين لا يعملون حاليا، وهذه الإجراءات قد تضر بأي اقتصاد. مقال للكاتب هنري أولسون، نشره موقع عربي 21، المزيد في سياق التالي: اقتصاد إيطاليا ضعيف أصلاً ومنذ عقود، فلم ينمو إنتاجها المحلي الإجمالي تقريباً على مدار 20 عاماً الماضية، ومعدل البطالة فيها يبلغ 9.8%، وهو أحد أعلى معدلات البطالة في أوروبا. والأسوأ من هذا أن إيطاليا من أكثر دول العالم ديوناً، فنسبة ديون الحكومة بلغت 138% من الناتج المحلي الإجمالي قبل وقوع أزمة كورونا. وستضغط الأزمة الاقتصادية الإيطالية بشدة على اليورو، وإذا أضعفت الأزمة بنوك إيطاليا بدرجة ما، فسيضطر البنك المركزي الأوروبي لتنفيذ عملية إنقاذ كبيرة، والشروط التي فرضها البنك المركزي الأوروبي على اليونان العضو الآخر بالاتحاد الأوروبي بعد أن اقتربت من العجز عن السداد توضح أن الإيطاليين سيواجهون أعواما من الكساد والركود. والحكومة الإيطالية الحالية ضعيفة للغاية، والمعارضة التي طالما عارضت العضوية في منطقة اليورو قد تتولى السلطة قريبا، وقد لا تتردد في السعي إلى الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وإذا تركت إيطاليا اليورو فلن يمر وقت طويل حتى تنحسر منطقة اليورو في الدول الشمالية الأقوى، وربما تنهار تماما. في مقال هنري أولسون جاء أيضا: كان من المفترض أن يقرب اليورو بين الدول، فتقوم الاقتصاديات الضعيفة مثل إيطاليا بتعديلات هيكلية لتصبح أكثر شبها باقتصاد ألمانيا، وتقوم الاقتصاديات الأقوى ببعض التضحيات لدعم الدول الضعيفة. لكن أزمة إيطاليا الاقتصادية تنقل رسائل تحذير واضحة بأن الانهيار المالي قادم، ولعل زعماء أوروبا
لا يتجاهلون هذا. إلى المقال الأخير وهو منشور في واشنطن بوست تحت عنوان قرارات ترامب المتهورة قادت إلى أزمة غير ضرورية في الشرق الأوسط. تناولت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها المواجهة الجديدة بين الولايات المتحدة والجماعات الشيعية التي تدعمها إيران، والتي قالت إنها تجري في ظل مكافحة الولايات المتحدة لانتشار وباء كورونا. ففي مرتين أصاب وابل من المقذوفات الصاروخية قاعدة التاج الكبيرة شمال بغداد، مما أدى إلى مقتل أمريكيين والتسبب بجراح خطرة لاثنين آخرين. وردت الولايات المتحدة على الهجوم بضرب ما وصفتها مخازن أسلحة تابعة لحركة كتائب حزب الله، مما أدى إلى مقتل عدد من عناصر الحركة وعدد من الجنود العراقيين. وهدد الجيش العراقي والميليشيا الشيعية بأعمال انتقامية رداً على مقتل عناصرهم إن تجددت الأعمال العدوانية، وتشير إلى أن إيران والجماعات الوكيلة لها في العراق لم ترتدع بمقتل الجنرال قاسم سليماني في بغداد بداية هذا العام. وتطرح الأعمال الجديدة عدداً من الأسئلة الخطيرة والحرجة على إدارة دونالد ترامب، فقد تنجح إيران بدفع الولايات المتحدة إلى الانسحاب من العراق أو تجرها إلى مواجهة عسكرية واسعة، ويعتبر الهدفان طموحاً كبيراً للمرشد الأعلى للثورة في إيران آية الله علي خامنئي، في وقت تتعامل فيه إيران مع اندلاع أزمة كورونا إلى جانب الانهيار الاقتصادي والاضطرابات الداخلية المتزايدة. جاء في واشنطن بوست أيضاً أن الحملة الإيرانية ضد القوات الأمريكية في العراق من الصعب مواجهتها، لأن هناك صعوبة للدفاع عن القوات الأمريكية في القواعد العسكرية من وابل مفاجئ من الصواريخ متوسطة المدى مثل التي استخدمت في الهجوم على قاعدة التاج الأسبوع الماضي. وسيودي هجوم انتقامي من القوات الأمريكية إلى تهميش الحكومة العراقية التي تضغط على الولايات المتحدة للانسحاب. وسيكون الرئيس ترامب في وارد سحب 5000 من الجنود الأمريكيين الذين تم نشرهم لمحاربة تنظيم الدولة. دخلت فرنسا عند الساعة 12 من ظهر أمس الثلاثاء بتوقيت باريس حالة العزل التام الذي أعلنته الحكومة، ذلك مدة 15 يوماً على الأقل في مسعى للحد من تعاظم وباء فيروس كورونا، بعدما بلغ عدد الفرنسيين المصابين بالفيروس 6633 شخصاً، أما المتوفين فبلغ عددهم 148 شخصاً. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عدداً من التدابير الجديدة لمواجهة الفيروس، وفي مقدمتها منع التجمعات بكل أشكالها بدءاً من ظهر الثلاثاء، وخفض التجول المسموح به في البلد بشكل كبير. لكن الغموض الذي لف كلمة ماكرون وتجنبه ذكر تعبيري عزل وحظر تجول تسببا بحالة من الارتباك والبلبلة بين الفرنسيين الذين يعرفون أساساً حالة من منع التجمعات وتخفيض التجول في البلد. ووجد الفرنسيون أنفسهم أمام خطاب رئاسي يلمح إلى فرض العزل التام دون إعلانه رسمياً، ويصعد بلاغياً ضد الفيروس مكرراً القول إن فرنسا تعيش حالة حرب وحرباً صحية، دون إصدار تدابير ملموسة تذهب أبعد من تلك المعمول بها أساساً. إلى الكاريكاتير الآن.
بهذا نكون قد وصلنا وإياكم سادتي المشاهدين إلى ختام حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.